تعالوا نشوف مع بعض تقرير نعرف فيه يمكن رأي الناس في الشارع إيه عن القنوات دي، ونرجع من بعد ونكمل بقية كلامنا. قنوات منتشرة بعدد مش طبيعي وناس بتتربح، وبنبص نلاقي نشوف كده حاجات الناس دي بقى معاها فلوس ازاي وهو ما عمل يعني ما فيش اي مجهود داع. الناس ما بقاش عندها اصلا الكرياتيفيتي ان هي تعرض حاجه، وشايفين ان في ناس تانية وصلت في الحاجات في الحتت ديت او في المكان دوت بتاع اليوتيوب او التيك توك او ما شبهه على السوشيال ميديا، ان هم بقوا يعملوا ربح سريع، فبقوا عايزين يعملوا اي كونتنت وخلاص بهدف ان جاست يجي الفلوس. سواء بقى كونتنت ده بقى ان هو يعبدوا يعملوا اكلات في البيت يفضحوا حياتهم اليوميه، دي حريه شخصيه يعني حد عايز يعرض يومياته بيشارك حياته مع الناس اللي بيحبها، دي حاجه طبعا ترجع له. يعني هم بيعرضوا نفسهم للحسد والناس بتتدخل في حياتهم. في بعض منهم بيستخدم القنوات ديت للربح بس مش اكتر، بسبب ان هو عندهم ملايين متابعين ان هو بيعملوا حاجات ترند قوي، واللي هو بيحطوا عنوان مثير يعني اللي هو يا جماعه شوفوا ابني عمل ايه، بتبقى عنوان يعني انا حتى لو انا مش مقتنعه بالمحتوى بصراحه العنوان بتاعهم بيشدني قوي. هو دلوقتي اي حد بينزل فيديو وبيتشير الناس بيبقى عندها فضول تشوف ايه ده، فبيجيبوا متابعات من كده يعني، وفضول مش اكتر والله. وفي ناس بتتفرج بيتريقوا يعني بيتفرجوا عشان يتريقوا عليهم، مش لازم يكونوا هم مقتنعين بيهم خالص. لازم كل يوم يروح يتابع ام محمد وام حسن والنهارده هنطبخ في الاوضه وحاجات غريبه، فبحس الناس عشان فاضيه في فراغ. نقلل انتشارهم بان احنا نبطل نتابع ده او نبطل نديهم اهميه زياده، لان طول ما احنا بنديهم اهميه وطول ما في نماذج شايفه ان نماذج بتعمل كده وبتنجح فهيفضلوا يعملوا كده زياده.